السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون وصول اول وجبه من خلال المساعدات الانسانيه، احد المتبرعين اللي رفض حتى ذكر اسمه مشكورا، واصريت طبعا انا على ذكر اسمه لكن ابلغني انه يزعل اذا ذكرت اسمه وقال هاي تجاره مع الله. فبارك الله بيك، ندعوكم جميعا للمساهمه. هذا طبعا الوجبه ثلاجات وسبالت عدد 20 ل 20 غرفة داخل ردهة الفاروق، حول إلى ردهة عزل للمصابين بكورونا في حال لا سمح الله تزايد الأعداد في محافظة بابل كإجراء احترازي. طبعا يعني صار الموضوع بالتنسيق مع إدارة المستشفى وإدارة صحة محافظة بابل. السلام عليكم، هاي حالة مدينة الصدر. مدينة الصدر عليها حظر، والحظر هذا يطول، والناس قاعد نساعدها احنا بمواد غذائيه، تقول ما عندنا زيت نطبخ، ما عندنا غراض للطبخ، يعني زيت ما عندهم، مواد غذائيه ما عندهم، احنا قاعد نعطيهم غراض طماطه وبوتيتا، وهاي يقول ما عندنا نطبخ. يعني انتم وزاره التجاره، يعني انتم شنو؟ يعني انتم كفره؟ هم اليهودي والكافر ظلوا يوزعون الاكل بالقاع، انتم اعطوا زيت للعالم، يعني العالم ملت، ما تدري من الحظر، من الجوع ماتت. هسه يطلع يشتغل يطقى فيروس، يقعد بالبيت يموت من الجوع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه. طبعا اليوم معهد بروكنز للدراسات السياسيه قال بان العراق يقف حاليا على حافه الهاويه ويعيش أسوأ ازماته السياسية والاقتصادية بسبب إصرار الطبقة الحاكمة على البقاء في السلطة وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين قدموا آلاف الشهداء والجرحى لتغيير النظام السياسي وطرد الأحزاب الموالية للخارج. طبعا في إطار الصراع بين شركاء العملية السياسية، النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أكد بأن تحالفه بالإضافة إلى أغلب الكتل الشيعية كما سماها يرفضون تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة. وقال جابر بأن القوى ما زالت ترفض تكليف الزرفي في مشاوراتها المستمرة على الرغم من بدء الزرفي مفاوضاته بتشكيل الحكومة، وأضاف بأن تلك القوى ستبلغ بقية الكتل السياسية بشأن قرارها الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة. طبعا أوضح بأن اللجنة السباعية لم تعد تعقد أي لقاءات أو اجتماعات خاصة بعد انسحاب ممثلي تحالفي سائرون والنصر، وبين بأن كتلتي الفتح وصادقون ما زالتا من أشد المعارضين للزرفي على حد قوله. تحالف النصر وضمن صراع شركاء العملية السياسية أبدأ ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي رئيس الحكومة السابق اعتراض على تحركات تحالف الفتح بزعامة هادي العامري المتعلقة باستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال ائتلاف النصر بأن الحوارات الجارية حول تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية صريحة على حد قوله، وأضاف بأن هناك ضرورة ملحة لإعطاء الزرفي فرصة جديدة قبل انقضاء المدة الدستورية. وأشار تحالف النصر إلى أن مشاركته بالحوارات التي لا تزال جارية تأتي للتأكيد على ما أسماها المسارات الصحيحة لحل الأزمة السياسية. طبعا ملف رئاسة الحكومة في العراق لا يزال محصور حسمة بيد الأحزاب والميليشيات التي يعني بيدها أو التي تتصارع فيما بينها على هذا المنصب الذي ترك في العراق ما بعد عام 2003، مرهونة بمحاصصة طائفية جعلت كما هو معروف العراق حبيس لإدارات دولية كإيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى تتقاذفها وتجعلها ساحة لتصفية الحسابات في المنطقة. معنا اتصال. طبعا نعم أبو عادل من الأنبار، تفضل أبو عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا. أستاذ عمر. أي نعم تفضل. شلون استاذ عمر، شلون صحتك، شلونك اخوي؟ الله يا اهلا بيك. اهلا وسهلا، الله يسلمك ويخليك عمي. ابو
استاذ عمر الله يخليك. نعم. شو احنا نسينا فردنا بشيء القضيه. شلون؟ احنا اهل المعتقلين شو كل الناس انطت عفو بس بقانا احنا الانبار، بس العراق ظل ما انطى على شنو هو؟ عمي الله يخليك، احنا وين نروح؟ وين ننتجه؟ عم عمر ناشد بيكم من قناتكم الشريفه لهذا الله، نقول لك يا اخي يا عمر يا اخي، وما اني ماشدك ترى على طول جاي خابرك هو اني ابو عادل. نعم. استاذ عمر الله يخليك، يعني شنو احنا؟ وين نروح؟ وين ننتجه؟ والله فلان اقتنع، قاعد مؤتمر فلان اقتنع، فلان ما اقتنع، والله فلان رفض، والله فلان طلع، ليش الدول كلها تحت الارض؟ الدول كل العالم انطت عفوهم وما حد منطم العفو لحد الان. وشو هسه تعرف رئيس الجمهوريه يسولف؟ جاي يسولف لي على والله انا رئيس الجمهوريه. برهم صالح، صالح شنو؟ يعني برهم صالح انا ما بديش يطلع يقعد برا، انا شنو قاعد ورا الميز؟ الله يخليك. نعم. عمر الله يخليك، احنا وين نروح؟ احنا نريد ولادنا، احنا نريد ولادنا. استاذ عمر الله يخليك. علي من ننتقل احنا، علي من ده. وين نروح عم عمر؟ وين نروح؟ وين؟ انا القى كان عنده ولد اثنين وما عنده غير الله هم، ولد عمهم اثنين، يعني ما يصير استاذ عمر، وين ننتج احنا؟ فعاد احنا ما احنا مو مالينا يعني استاذ عمر الله يخليك، يعني بس ما حد جاي يظهر عنهم نهائيا. استاذ عمر الله يخليك، احنا ناشدكم من غلاتكم الشريفه ترجع حقوق المظلومين. وين ننتج استاذ عمر الله يخليك؟ نعم. وين نروح؟ احنا ما لنا غير الله وانتم، يعني ما لنا غير الله والقناه هاي، جاي نجاوبنا ماكو غير الله والقناه هاي عمي. وين ننتج عمي؟ بس فهمونا وين ننتج؟ عمي يبيعون بيع نشتري، احنا نشتري ولادنا، نشتريهم عمي مال نبيع انفسنا، نبيع دمنا ونشتري ولادنا. يعني انا اليوم صار لي 5 سنوات ما شايف ولدي على شنو عايش انا بالدنيا؟ ما ولد عنده حياة بالدنيا نهائيا استاذ عمر الله يخليك، والله ما ولد عنده حياة بالدنيا نهائيا. لا حول ولا قوة الا بالله. واحنا يعني ما ناشد غير القناة هاي الشريفة، ما عندنا غير القناة هاي الشريفة ناشد بها. يا عمي يا ناس احنا مظلومين، وين ننتجه؟ وين نروح؟ دلونا على طريق عمي. نعم. نعم، ابو عادل ولدك انحكمه وتعرف. نعم. تعرف وين مسجونين؟ نعم. نعم. يعني احنا يوميًا نعتقلهم، يعني يوم 5 سنين استاذ نعم. عمر الله يخليك، استاذ الرزازه مو حكومه عمي، انا وياه انا شاهد عيان وخدم ولادي من عندي مثل ما تفسخ ساعتك من ايدك. وعلم يرفرف فيها علم العراق عمي، شنو ما يعني ما هم موجودين وما احنا نعرف عنهم. اليوم يقولون لنا بالاخبار 20% و80% مظلومين، 20% مو مظلومين، خلونا عمي ويا المظلومين استاذ عمر، ويا المظلومين بس يوجهونا بس يشوف ولادنا، بس يشوف ولادنا، بس شوف ولادنا شنو هو؟ اريد بس شوف ولادنا وين؟ بس انت شوف ولادنا، انا كل واحد عنده جهازين وخلاهم برقف جواني، وانا عمك مواليد 55، لا تقول مواليد يعني ثقيله، تعب بنفسي، وما عندي بس اثنين وخذهم بيدي وخلوني. وعن نشر قناتكم الشريفة عم استاذ عمر الله يخليك، لازين على الله وعليكم، ما إن غير الله وانتم. لا إيه نعم. يعني معقولة صابت الرزازة بها إعلام ثلاثة وما ما ما بها أحد حكومة؟ والله عم بيدي أني موجودة بها الاتحادية، وموجودة بها الشرطة، وموجود بها الحشد الشعبي، كلها موجودة بها. نعم. استاذ عمر احنا نجي من الله ومن عندكم، نريد مناشدتكم ويانا عم. نعم احنا وياكم دائما، احنا وياكم. يعني ابو عادل انت ولدك، ابو عادل اذا تسمح لي، ولدك من اخوهم من سيطره الرزازه لغايه الان انت ما تعرف وين مصيرهم لحد الان؟ من يوم 29/11/2015 تحت الساعه بال11 اخذوهم من يد عمك، انا مواليد 55. نعم. 29/11/2015 الساعه بال11 قالوا منك حجك ابو هناك واسرع جندك وانتظروا من الساعه بال11 الى الساعه بال5 المغرب، كان يقول يلا روحهم هم يجون وراكم، ولهذا اليوم ما جو. اللي اخذهم جيش يعني شرطه ميليشيات؟ نعم جيش وشرطه والجيش والاتحاديه والشرطه والجيش والحشد الشعبي.
يعني نعم. انا اقول لك انا عمك انا هم خادم بالجيش وانا مواليد 55 نعم. يعني اعرف شنو الحكومه مو الحكومه يعني ما تصير عمي الله يخليك عم عمر احنا جايين على الله وعليكم ما لنا غير الله وانتم والناشد قناتكم الشريفه نعم ما واحنا نشكر استاذ عمر جزاك الله بالخير وجزاك الله يفرج عنهم وعن الله وإن امين والله احنا ولد عم الله وكيلك احنا 13 واحد ولد عم كل من بيت ثلاثه واثنين ثلاثه واثنين لا حول ولا قوه الا بالله والله استاذ عمر وين ننتجه بس قول لنا وين ننتجه وين ننتجه احنا نريد ولادنا يعني ولادنا ترى مظهورنا عمي الله يخليك استاذ عمر نعم نعم نتحدث عن هذا الموضوع طبعا احنا البارحه هم تحدثنا عن هذا الموضوع وسنتحدث ابو عادل الله يفرج عنهم انا اشكرك ابو عادل من الانبار ام علي من البصره تفضل يا ام علي ام علي تسمعيني الو الو خويا نعم تفضل يا اختي خويا والله على مود السجناء والله يعني معين لا معين عندنا لا احد عندنا اثنين عندنا سجينين صار لهم سنه على هاي الحال لا محكومين ولا شيء صارهم ايش قد؟ صارهم سنة والله لا محكومين لا شيء مواجهتهم قطعوها من عندنا شنو تهمتهم ام علي؟ تهمتهم والله هيك يعني ركاب ركاب تهم شلون؟ تهمهم على مخدرات تهمهم هم يشتغلون بهاي الشغلة ام علي؟ لا لا دكتور والله لا يشتغلون ولا شيء استاذ لا عاد شلون اعتقلوهم؟ صاحبه يشتغل بهاي الشغله صاحبه يشتغل بهاي الشغله وتهمه وياه غير يبتعدون عن اصدقاء السوء يا ام علي البارحه وحده من الاخوات السوء هاي واحنا طحنا بيها يا اخوي يا استاذ عمر والله العظيم وهسه صار لنا سنه على هاي تعاني على هاي الشغله كلش يعني ورجال كبير مو تقول هيك شيء ايش قد عمره؟ رجال كبير بالخمسين خمسين سنة عمره خمسين سنة عمره هذا الحجي والابن غير ابن عمره ثلاثين سنة يعني تذبوا اثنيناتهم ذبوهم تهمة لا بيها لا عليها والله العظيم مترجى من عندكم من الله واهل البيت ان شاء الله يفرج عنهم لا. الله يفرج عن كل بريء احنا ندعو انه الله سبحانه وتعالى يفرج عن كل بريء واحنا مثل ما يعني دنشوف ودنسمع كثير من الدول اعطت عفو عام عن المساجين اكو مساجين مثلا هو محكوم خلينا نقول مثلا 5 سنين مخلص 3 سنين تم اطلاق سراحه في كثير من الدول يعني اليوم انا اذا اقرا بجريده الشرق الاوسط حتى سوريا هذا النظام السوري اعطى عفو عام صح ما معطي يعني عن المعارضين السياسيين بس اكو عفو المفروض تكون هناك مبادره في هذا الوقت الأولوية للمخطوفين اللي تم اختطافهم من السيطرات مثل ولد أبو عادل وغيره في الرزازة مختطفين الصقلاوية اللي أخذتهم الميليشيات وما حد يعرف مصيرهم لغاية الآن طيبين عايشين ميتين الدولة ولا يمها والحشد ما يحكي ولما نسولف يقول لك لا مو يمنا وتروح على الحكومة تقول لك لا مو يمنا وضيع آلاف يعني آلاف مؤلفة نجي على الناس الأبرياء والتهم الكيدية بس احنا البارحة عشنا بالموضوع المشكلة احنا الجماعة ذابحين نفسهم على الكراسي ما هامهم لا سجين ولا القطاع الصحي ولا الإنسان المدني بالشارع هو هسه ذابح نفسه على من يتولى رئاسة الوزراء وشيء ايش راح يحصل من هذا رئيس الوزراء كم وزارة كم منصب كم إدارة فإلى الله الشكوى نعم طبعا النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني قال بأن المكون الشيعي كما وصفه هو بتعبيره يقول فشل في إدارة العراق وقال بأن بعض القوى السياسية تنظر بضيق الأفق لترشيح الزرفي وأكد ضرورة الاعتراض على البرنامج الحكومي والتشكيلة وليس كسر الإيرادات وتابع بأن المكون فشل بامتياز في إدارة البلد ويعيش حالة من التشظي كما وصفها وبين بأن الأحزاب السياسية تريد رئيس وزراء على مقاساتها وتتعامل بالإملاء والمزاج السياسي وفقدان الثقة لفت السكيني إلى أن البلد معطل وهناك الكثير من الأزمات والقوى السياسية متمسكة بمطالبها نعم نعم أم عمر من السويد تفضل يا أم عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
اهلا وسهلا بك. تحياتي لك اخ عمر ولقناتكم الكريمه. الله يسلمك. اخ عمر احنا نعم. الحكومه اول ما جتي هي مو حكومه. من قالوا لها ايش راح تسوي للشعب؟ قالت كل شيء بنسوي، احنا محرومين من خيرات البلد صار لنا فتره. فاحنا جايين يسوون نفسهم. واحنا هي هاي اكو مثل يقول لك السفينه من تكثر ملاليحها تغرق. احنا عندنا ملاليح فاشلين. مو قادة ويقودون السفينة إلى بر الأمان وكل من يصيح يا روحي أوائلهم مطمئنين عليهم وخالين الشعب العراقي وهالأمهات مذبوح على أولادهم من لأن الأمر مو بيديهم بيد إيران فما يديرون بالو منا دين الشعب العراقي يصيح ويصرخ يريد ولدنا إذا إيران ما تقول لهم ما يسوون شيء أمرهم بيد إيران هذول جاي ويعرفون نفسهم لأن إيران ما تريدهم نعم. إيران ما تريدهم لأن هذول دا تستفاد منهم فإذا ينقرون أو ينهزمون الإيران إيران ما تريدهم شو صاحهم بيهم بعد إيران هي تريدهم بالعراق ويحبون خيرات العراق ويجزون هي فهذول لا قادة ولا بس مع الأسف أنا سبق وأن قلت الفضائيات كبرت روسهم القائد الفلاني والزعيم الفلاني ورئيس حزب الفلاني هم هذول شنو شنو أريد أقولها شنو من البيان فهم علم الله دمهم غضب على شعب العراق إن شاء الله شعب العراق يخلصهم وكورونا اللي تبليهم وتخلصنا منهم يعني إلى متى لدى يستحون يخجلون ما أدري شلون يروحون يسوون لقاءات بدول العالم شلون وأنتوا تضخموا وجوهكم العراقيين وكل هذا تسمع كل هذا تسمع على بوكم وعلى جرائمكم ما إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر الأمة الله يصبر الأمة. آمين يا رب. أني أشكرك. إن شاء الله يسمع البشرى منكم لاميهم كلهم سهل والله. آمين يا رب. آمين. نعم. معنا اتصال أم علي من بغداد. تفضل يا أم علي. الله يساعدك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بيك. الله يخليك. أني أشرف بقناتكم أستاذ عمر. أني أطالب بالعفو العام. أطالب بالعفو العام أنا ابني مواليد 99 نعم ابني ظلم حتى خليت له محامي المحامي أستاذ رائد قال حكمه باطن والله يا أستاذ رائد شنو تهمته أم علي تهمته صارت مشاجرة بالمأمون عرس تحرش بأخته على عرضه وشالته الغيرة وصار اللي صار انضرب الفازوع انضرب الفازوع المتحرش ما انضرب أيه. انضرب الفازوع مات و... الفازوع أيه. مات بس استاذ رائد ماشي ام علي بس حتى نفهم القضية الفازوع مات الله يرحمه تمام بعدين يعني من ضربه ما متقصد دنيا من ضرب هو ما يدري من ضرب زين ضربه مسدس ضربه بشنو شلون عيني؟ كان شايل مسدس انقتل لا 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 شنو؟ لا هم مو التموا عليه نعم بيد السكينة أخذ السكينة من عندهم ضرب ما عرف المن ضرب نعم فهو يعني هم الناس خوش ناس أستاذ عمر نعم اي فهو سلم روحه واعترف وقال لهم أني شالتني الغيرة على أختي وصار اللي صار نعم خذيت محامي إلى حدث القاضي مؤبد هاي بيا سنة الحكم هاي صار سنتين يعني ابنك كان عمره 18 سنة اي صار 18 سنة هسا حكم القاضي مؤبد خابرت المحامي قلت له استاذ رائد ليش هذا قال والله يا أم علي حكمه باطل بس هذول قضاة يريدون فلوس لأن أني بهيك حالة مين أجيب فلوس؟ مين أجيب فلوس؟ القاضي يريد فلوس أنا هناك من أروح له للسجن أروح له للسجن أسمع العالم يقول عمي روح جيبي دفترين ينزل التمييز من 20 سنة وخمس سنين يعني مين أجيب؟ مين أستاذ عمر والله هاي فلوس وأوديها أستاذ عمر لا حول ولا قوة إلا بالله. تشوف الحانوت بالسجونة بطل زيت بعشر
بعد الشكر بخمسة آلاف. والله الزولية اللي علي بيتها والله يا أستاذ عمر، لأنه ما عندي غير أحد، ما عندي غير الله وأنتم تناشدون بالعفو العام وعفو الله عن ماستر. زين أم علي، أم علي، أهل المقتول، أهل المقتول ايه؟ فصلتوها وياهم، سامحوكم؟ لا ما قبلوا، قالوا قالوا احنا هم خوش ناس نعرفهم، قالوا نخليها على القانون. ما عندي استاذ عمر، ما نعم. عندي افضل ما نعم. عندي استاذ عمر نعم. واني اناشد من منبركم الشريف من الله وعليكم تناجدون بالعفو العام. الله يخليك استاذ عمر، والله اتداين واودي لابني والله العظيم. نعم الله يعينك، الله يعينك، واحنا دائما نقول نسأل الله ان يفرج عن كل بريء. نعم ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، والله صرخت اخوتنا ام علي يعني يقطع قلوبنا الله المستعان، لكن اقول يا اختي ام علي صبرا صبرا. الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الشكوى لله يا اختي علي، الشكوى لله. الله عز وجل ارسل لهم هذا الفيروس الكورونا. الان الرجال منهم اذا كان وزير او رئيس اي مسؤول في الدوله، اذا كان رجال يتجرأ يطلع برا، اذا كان هذا المظالم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوه المظلوم، فليس فانها ليس بينها وبين الله حجاب. فان شاء الله، الله ان شاء الله ينتقم منهم ويخزيهم دنيا وآخرة. أنا أخي عمر في يعني في رادود الآن جاهل متخلف. يعني شوف الآن جاء الكورونا من قم ومن شركياتهم ومن البدع والخرافات مالهم. يعني طالع يقول يستغل بمهدي، يقول إن الكورونا جانا من النواصب، يعني من السنة. هذه موجود في وسائل واتساب، يعني يحرض على الفتنة الطائفية، يقول إن الكورونا جانا من النواصب. وهم طبعا يعني تخلفهم وجهلهم. اول ما طلعت بالصين. انا اعرف اخي نعم. عمر يعني هاي العقول ابو عبد الله، ابو عبد الله نعم، هاي العقول المتخلفه ها نعم. حتى نعم. المجتمع، حتى المجتمع، المجتمع اللي هم ينتمون الى، بعد ما حد يصدقهم، خلي يطلعون وخلي يسولفون وخلي يصدرون كلامهم وفتنهم وسوالفهم، من يصدق بيهم؟ اكل عليهم الدهر والشرب، هذا التخلف مالتهم. وش وصلنا احنا؟ شو وصل العراق الى هذا الانحدار؟ لان هذا التخلف من 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 اكبر واحد عندهم بالحكومه، من رئيس الوزراء وانت نازل، هو عنده هذا العقليه الطائفيه. هم دمروا العراق بهذا التخلف. اخي نعم. اخي عمر يا اخي، نحن نعيش مع هؤلاء المتخلفين. يعني هم يلطمون راسهم، الدم ينزل على الكتف على الراس، وبعدين طالع واحد منهم طالع لي فتوى وضوء الارتماسي، يقول هناك حوض في عند العتبات تروح تحط خشمك فيها، تحط انفك فيها تتوضا. يعني شوف، وبعدين بعضهم معممين يطلعون يقول تعال فقط هناك جنب الامام. انا اتحدى الصينيين واتحدى الايرانيين الايطاليين يجون هنا، اذا ما تعالجوا يعني من مرض الكورونا اقتلونا. يعني شو هالتخلف؟ زين يعني والاصابات اللي موجوده بالعراق اخي عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالنظافه، الاسلام بواحد يهتم بالنظافه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا وانزل معه الدواء فتداووا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل امر المسلم امره كله خير، اذا اصابه ضراء صبر فكان له خير، واذا اصابه سراء فشكر فكان له خير. وفي حديث ايضا الذي يموت في الطاعون يعني له اجر شهيد. فنحن هذا نعتقد ناخذ بالاسباب، لكن بالضبط واحد ياخذ بالاسباب ويتوكل على رب العالمين. واحنا يعني دائما ناكد انه للعوائل العراقيه اقعدوا بالبيوت خلال هاي الفتره، لما الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمه عن 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 الكره الارضيه كلها، فنطالب بالجلوس بالبيوت. انا اشكرك ابو عبد الله من لندن كان معنا، طبعا النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي. نرجع للموضوع السياسي وعركه الجماعه على رئيس الحكومة اللي مدفوض. قال بأن معظم القوى السياسية لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة، وقال بأن القوى السياسية ترفض إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي، وأضاف بأن تلك القوى تطالب بإجراء الانتخابات المبكرة وفقا لشروط تصب في مصلحتها الشخصية، وأشار إلى أن
تحالف سائرون لا يعارض إجراء أي انتخابات مبكرة كما قال. واللجنة المالية النيابية أكدت بأن العجز المالي سيصل إلى 70 تريليون دينار في ظل انخفاض أسعار النفط حاليا. وعضو اللجنة حنين القدو قال بأن انخفاض أسعار النفط بنسبة 50% أثر بشكل طبيعي على موازنة 2020 على اعتبار بأن العراق يعتمد على واردات النفط في بناء الموازنات العامة. وأضاف بأن العجز المالي في الموازنة سيدفع الحكومة إلى قروض داخلية من المصارف الحكومية والأهلية لسد العجز في الموازنة. معنا اتصال أبو أحمد من بغداد. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أبو؟ يا أهلا وسهلا بيك، تفضلي. يا أبو أنا عندي اثنين موقوفين. نعم. واحد حكومة 15 سنة هو بريء الله ومحمد يدري بيه. والثاني 7 أشهر انحبس وطلقوا صراحة. نعم. والتمييز ناخذ للدعوة مالته مو بس هو 400 ل500 واحد وياه. نعم. وردوا علي أخذوا النوب جديد. وهسه هي اثنينهم بالتاجي وصاير بيهم جرب ومريضين ولا حتى جبت لهم علاج بروح اوديه قالوا يابا ماكو زياره. وحسب هالحاله شلون يعني حكومه ما تلتفت للمواطن لا تلتفت للمظلوم ليش شو جاي يسوون ويانا؟ نعم شويه خلي بيهم ما وراهم موت ما وراهم عذران يقف على راسهم ويقول لهم يابا جاي يسوون انتم ليش يظلمون العالم؟ السجن مختص بالتقاليد وناس فوق ناس جوع وشتم وعطش وكل شيء عندهم كل شيء بيسووا لهم. نمشي منها من الثنتين بالليل وما نجي غير للمغرب ثاني يوم على مود 10 دقائق كل شيء ما نفتهم من عندهم. يجون شايلين بس طفروا راحوا قدامهم هزوا عبالة غنم شلون القنم دالينهم دمرينهم دمار ليش الله ما يخافون منه؟ نعم. الو وياك ام احمد وياك. اي والله يا ابو بركه دعوا لنا بالعفو العام الخيرين الطيبين علماء العلماء المثقفين اهل الاهل الخير اسعونا بهاي الفقر هاي مال العفو العام اطلعوا اولادنا ولا بهاي الوباء جاهم وسعنا شلون بينا يعني شلون وين نروح وين نولي وين نطجونا لا نقدر نواجههم لا نقدر نشوفهم وعي هاي وما أقول لك يا يابا. الله يعينك الله يعينك والله يفرج عن كل بريء الله يفرج عن كل بريء. أحمد من بابل تفضل. أحمد تسمعني؟ أحمد يبدو أننا فقدنا اتصال مع أحمد من بابل. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقينا بالحاج سامي القصاب من احد وجهاء الاعظميه سامي السامراي والد القصاب ابراهيم ابو خليل وعلاوي ابو سيف هم القصابين في منطقه الاعظميه صاحب املاك وتنازل عن الشهر هذا الفات لاخواننا السكنه قاعدين في عماره. وجه كلام حجي سامي. تنزلت معنا ايجارات العماره ما شهر كامل وهذا ان شاء الله يحلون حد كم واحده ثاني كل اهالي الاملاك الاعظميه ان يتنازلون عن شهر كامل على الايجارات وشكرا. الله يبارك فيك حج ان شاء الله الله يحفظ العراق من جنوبه الشماله من شماله جنوبه يا رب يشيل غمه على هالامه. بارك الله بك حجي سامي قصب واتمنى من الناس صاحبين الاملاك ان يبذلون نفس البذره اللي بذلها حجي سامي. أنا أخوكم خادمكم علاء الرويمي. طبعا اليوم سوى بدين العلوة خضروات كلها بنواحة وإن شاء الله أريد موزعة مجانا للعوائل المحتاجة الفقرة سائح التاكسي شكو فقير أنا خادم له بس يخابرني راح أنزل رقم تليفوني بس يخابرني وأنا أوصل له البيت الباب بيته أوصل له. ورب يحفظ العراق ويحفظ البصرة إن شاء الله. وطبعا اخونا ابو حشد نزل قبل كم يوم المقطع مال فيلم الحليب وقال اريد تحدي فانا قابل التحدي وبديت وياه من اليوم ان شاء الله. وهاي الازمه كلها ما راح اقطع وما راح افصل واوزع دائما ويوميا
واخوكم وخادمكم انا، واوصل لاي واحد يدق لي تليفون واكون ممنون من اوصل له انا. وطبعا هاي الباذنجان عندنا اليوم سوقناه خيار لهانه لونين لهانه باجله على قولة البصل حج احمد احنا نسميه حج احمد باجله. هنا عندنا هذا التفاح سوقناه، هنا عندنا البوتيته، هنا عندنا طماطه، وانا خادمكم واكون خادم ممنون، وراح انزل رقم تليفوني وان شاء الله من بكره انا مباشر بالعمل، واي واحد يتصل علي انا اوصل للباب بيته وابوس راسه وخدمتكم انا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، احمد من بابل، تفضل احمد. احمد تسمعني؟ احمد ابو شهاب تسمعني احمد؟ يبدو أن هناك مشكلة مع أحمد من بابل اتصال. طبعا مثل ما أشرنا أن هناك تحذيرات من كارثة اقتصادية جديدة في العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الوحيد اللي يعتمد عليه البلد في تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية، طبعا بعد إهمال معروف الحكومات المتعاقبة لجميع القطاعات منذ عام 2003 وسوء إدارتها للبلاد والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. طبعا محافظة ديالى اليوم أعلنت عن إصابة 11 حالة مؤكدة يعني مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا. دائرة صحة المحافظة قالت بأن شخصا يسكن قاطع شرق ديالى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وأشارت إلى نقل المصاب إلى المركز الرئيسي للحجز الصحي قرب مدينة بعقوبة. كما أكدت صحة ديالى وجود 11 حالة اشتباه أخرى بالإصابة بالفيروس، وبين بأن نتائج الفحوصات المختبرية ستظهر خلال الساعات المقبلة. وفي سياق متصل أكدت دائرة صحة كربلاء تسجيل حالة وفاة جديدة لأحد سكان منطقة البهادلية، فضلا عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل وامرأة من أهالي المحافظة. معنا اتصال زينب من البصرة، تفضلي زينب. اخوي غاز احنا عندنا سجن، يعني احنا بسجن حي المهندسين بالقبله. شلون اختي؟ نعم ما سمعت زين، عيدي كلامك الله يخليك. زينب نعم تفضلي سولفي. زينب بسجن المهندسين. نعم شو عندكم؟ شنو الحاله اللي عندكم؟ عندنا سجناء اثنين وسجن المهندسين بالقبلة بالباصرة. نعم اخوي يعني حالة السجناء يرثى لها، يعني لها تمواجهة ماكو، الاكل اللي ينطوهم اياه يعني الاكل ما ينوكل خطية، ضالين يتصلون يعني ساعات يتصلون يتصلون علينا يقولون ميتين من الجوع بس جيبوا لنا اكل ما جاي ناكل. وعندي انا اخوي اسمه مسجون، اخوي وياهم مواليده 68، عنده سكر وعنده سكر. شنو تهمتهم زينب؟ يعني وضعيته كلش تعبانه. شنو تهمتهم؟ يعني اطلب منكم بلكي الله شويه ترحموهم، بلكي الله عفو، بلكي شيء. والله العظيم حالتهم يرثى لها يعني. نعم. يعني 500 سجين مدري 600 بقاعه واحده. كلهم بقاعة واحدة، والأكل مالتهم يعني الأكل اللي شلون أكل ينطوه لهم، أكثر يجمعونه ومن نروح ينطوه يقول ها أخذوا هناك، يعني أخذوا الجهال يقول إحنا ما نقدر ناكل. نعم. الله يعين. مصيبة. أي والله. نعم. وطبعا إحنا عائلتنا بس نسوان، والله العظيم أخوي، بس نسوان ما عندنا أي وعي، بس رح نترب العالمين. يعني تهمتهم شنو زينب؟ زينب شنو تهمتهم؟ نعم تهمتهم مخدرات. شنو هاي الكارثة هاي؟ شنو هاي الكارثة؟ نعم شنو هاي الكارثة شغلة المخدرات؟ اي والله كارثة، فشو تسوي؟ والله العظيم من يعني من صعوبة العيش من الظلم من اي ادري من العوز يعني، والله احنا يعني الحمد لله يعني والشكر عشنا طول عمرنا عادة محافظة يعني نعرف بالعالمين. ام زينة بس العوز هو ادري العوز يشتغل بالمخدرات معقولة؟
بعد يعني الشيطان اقول لك ترى البشر مو معصوم يعني. اختي العزيزه والشيطان يروح يشتغل بقال، يشتغل بالعماله، اي والله والله يشتغل بالمخدرات، ما معقوله يعني. هاي احنا خلينا نكون هم واقعيين وصريحين. بالحج الشعبي وهاي وعاره الموصل كلها شارك بيها هو زوجي هسه المسجون، ما ما يصرفوا راتب معركه الموصل. الحشد ما يصرفوا له راتب؟ ما كان يصرفوا له راتب؟ لا ما يعني ما كان يصرفوا له راتب، بين هيك شهر شهر وشهر في شهرين يلا يطوهم. ومنا احنا قاعدين بايجار، ومنا اطفال عندنا وشغل ماكو، اولاد الحرام تربوا صالهم، الله ينتقم منهم ان شاء الله. نسال الله ان يفرج عن كل بريء. زينب من البصره، يا الله يا الله يا رب ان شاء الله يفرج عن كل المسجون. بس حالتهم يعني وضعيتهم والله احنا خايفين عليهم. انا معروف انه انا اشكر زينب، معروف انه بشكل عام بشكل عام السجون في العراق يعني حاله يرثى لها. ان كان طبعا السجن انه الانسان لما ينحكم ان كان بريء او كان مذنب فيجب ان يعامل بشكل عادل، لان هو انحكم ودخل الى السجن حتى يقضي محكوميته، مو انه يجي يعيش في داخل ظلم وامراض. ومثل ما سمعنا ام احمد ومعروف للعالم حالات جرب وحالات سيل وتعذيب، هذا هذا اللي صاير بالعراق. وفي نقطه مهمه، في نقطه مهمه، ماكو عوز يخليك تروح تشتغل بالمخدرات. يعني ماكو انت اليوم انه انت امورك تعبانه تروح تشتغل بالمخدرات حتى تصير ملياردير، هذا ما يسموه عوز. انت محتاج تروح تشتغل شغله شريفه، تروح بالعماله تشتغل، تروح تشتغل بقال، تروح تشتغل اي شغله، بس مو تروح تشتغل بالمخدرات. فارجو انه نكون هناك انصاف. احنا اليوم عندنا الاف مؤلفه من المختطفين ومن المعتقلين، واحنا طبعا نقول ونطالب بالعفو العام بالدرجه الاولى للابرياء، بالدرجه الثانيه اللي قضوا اغلب محكوميتهم اللي سلوكهم حسن. ومعروف هذا النظام عالمي والقانون ينص انه المعتقل المسجون اذا كان خلال فترة حكمه تصرفه كان بشكل سليم وبشكل صحيح تقلص فترة المحكومية مالته ويطلق سراحة. فهذه فئات يشملها العفو العام. ثامر من الديوانية، تفضل ثامر. ثامر تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. الله يستر عليك، أحمد الله وردك. ووالدك. نعم. تفضل أخي. ثامر من الديوانية. أي؟ استمر. اكو مشكله بالصوت اخي ثامر، ارجو ان تعيد الاتصال. اكو اتصال لو نستمر. عمار من واسط، تفضل عمار. استاذ انا عندي ابن معتقل. نعم. فبدو سجن القاضي وطلع ديسار بالزعفراني ورجل منتسب. والشخص الثاني اللي هو اللي مخبر واللي متصل واللي جايب الشخص اللي كاتله نفذ بيه. نعم. وابني ما عنده لا بصمات لا عنده دلائل لا عنده شيء، حكم مؤبد. جاب على القاتل ابنك؟ جاب على القاتل صديقي يجي يسكي يمه يصلح دراجات من محل، وعرفه يعني تقريبا بشهرين يعني ما تعرف عليها زيد. وشنو كانوا سوية من صارت حالة القتل؟ شلون جاء ابنك بيها؟ لا هو بكتها كان طالع، كان طالع بغير مكان هذاك. نعم. الشخص بالزعفرانية هو اللي جايبه، وهو اللي مخبره، واللي جابه هو النفذ به. لا عنده بصمات لا عنده فد ادله ثابته، والقاضي حكمه مؤبد. اي اي يعني شنو ذبوها براس ابنك؟ ذاك الشخص تسعة اشهر. نعم ذاك الشخص المن تابع يعني عنده ظهر حزب اللي قتل. اي اللي قتل ساعدي. لا ما لي علاقه، انا ما لي علاقه باصله القاتل. القاتل اللي انت تقول هو القاتل، هو القاتل مو ابني. شو يشتغل ذاك؟ يشتغل رجل ستاف اسمه كاتب. كاتب اللي مخابره.
اي كاتب هو اللي مخابر، هو اللي جابه بالتليفون، هو اللي متوحد، هو اللي مستدعي، هو اللي عازمه. نعم. شو ما اعرف يشتغل اعتقد الطعم والحديد يتمرن. ايه كاتب يشتغل صباغ مالي بيوت ما اعرف مالي ايش. نعم. اي فس يعني الحكم 20 سنه فاحنا ما نضرب هذا الموضوع، يعني 9 اشهر لا خلينا مطار، لا خلينا شعب الخامسه، لا خلينا كل شيء، زين هسه شنو ذنبه؟ ومتزوج وعنده 2 اطفال. اعتقلوه من واسط لو من بغداد؟ لا اعتقلوه من بغداد بالزعفراني، وانا العالم فججتني واخذت غراضي واخذت بيوتي وهسه حالي حال الضيف، شنو ذنبي انا؟ شنو ابني ذنبه؟ نعم. عود يلا من الحكم اخر شيء ورا 11 شهر يلا دزونا التبليغ الحكم راجعوا فلان بكان. مصيبة، الله يعينكم. عمار بن واسط كان معنا. ثامر من الديوانية يعاود الاتصال، تفضل ثامر. ساعدك استاذ، شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله. شلونك استاذ عمر؟ شلون صحتك؟ نعم. شلون عادتك؟ الحمد لله، تفضل. اسف شوية على هذا. تفضل. استاذ والله جزعان من محافظة الديوانية ثامر. نعم. متزوج وعنده 5 اطفال وجزعنا وهاي جتنا هذا المرض، رجعنا من ايران النواب، سد الحدود، يوم عودين. وهسه احنا قاعدين وحاسين روحنا صار لنا 10 تيار اكل. نعم. اكل ما عندي للجهال استاذ. والله جزعنا ملينا يا اهلي، تخبر نجيب نحطه بوق ونهيب وسليب وجزعنا ملينا، ولا شغل ولا عمل، ابو العماله يطلع بس الواسطه ومن عمه وجيرانه واخوه، وجزعنا وماكو لا وقايه لا هاي لا المستشفيات، جفوف تشف تشف صار ب 3000 دينار استاذ. الكمامه ب 4000 بالصيدليه ماكو. والله جزعنا ملينا استاذ، الله وكيلك والعباس كفيلك استاذ. وماكو فساد الديوانيه للاخير، يا نجيب نحطه بوب ونهيب وسليب وكلها الله وكيلك، بس ابن عمنا وجيراننا الله وكيلك والعباس كفيلك. نعم. لا شغل لا عمل استاذ، جابوا علينا الايرانيين او حذبوهم علينا نقمه، الله وكيلك حكومه كلها ايرانيه الله شاهد. جزعنا مولينا سد الحدود يوم عودين، جابوا لنا هذا المرض وجونا هم بديهم، وحتى قام يصيحون ممنوع التجوال وممنوع التجوال. سد الحدود يوم عودين حكينا وجزعنا مولينا استاذ. اي والله كارثه كارثه، بل وابتلينا بهالحكومات. أنا اشكرك ثامر من الديوانيه كان معنا. ابو ابراهيم من واسط، تفضل ابو ابراهيم. من الموصل، تفضل ابو ابراهيم. ابو ابراهيم تسمعني؟ نعم نعم اسمعك. تفضل ابو ابراهيم. ابو استاذ عمر الله يخليك، احنا نطالب بالعفو العام. نعم. عنا طريق اذاعتكم والله بهدلونا، يعني احنا عندنا مسجون والله بالناصريه. تسمعني استاذ عمر؟ اسمعك ابو ابراهيم اسمعك. ايه ونطالب والله ابننا هيك راحه خلاف عائلي ونحكم والله الحكم اعدام قاتل 50 شنو التهمه مالته ابو؟ والله التهمه ارهاب، دخلوه بالارهاب. نعم. ايه من الكتل وهذا وما ادري شنو دخل 4 ارهاب. وهسه انا عندي 50 شاهد من المحل. نعم. ما قبل بهم القاضي. ما قبل. اي والله ما قبل. محامي استئناف تمييز. نعم. اقول لك موكله محامي صار استئناف صار تمييز بالقضيه. والله استاذ عمر دزين المعامله على التمييز. التمييز المحامي راد دفترين. نعم. والله ما عندنا. اي ما عندنا هيك شيء، مبلغ ما عندنا. يعني العدل اقول لك والله ما عندنا وخليناها على الله. انا لله وانا اليه راجعون. اي والله، والله رادوا فلوس يا اخويا. والله رادوا فلوس وما عندنا فلوس على الله. الله يعينكم، نسال الله ان يفرج عن كل بريء. اللهم امين، نطلب عن عن يعني ان اذا عندكم الموقره بكي الله هذولا. نعم. الله سبحانه وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، بلكي ولو. نعم. هذولا ما عندهم رحمه، بلكي الله عز وجل. ونعم بالله،
ونعم بالله. أنا أشكرك أبو إبراهيم من الموصل كان معنا. أبو خالد من بغداد، تفضل أبو خالد. أبو خالد تفضل أخي. أخوي نعم ورحنا من طالب تلفون صوتك يقطع أبو خالد. يقطع صوتي؟ إيه هسه تمام تفضل. ألو نعم أسمعك. على خذ العفو رجع هم رجع يقطع ابو خالد. حاول تعاود الاتصال بين ابو خالد من بغداد، اكو مشكله بالصوت. رساله يقول اخي العزيز والله العظيم اليوم مستشفى الشوادر في بغداد للساعه بالعشرة ماكو دكتور بيها ولا واحد، بس الحمايات العالم وين تروح؟ يقول طبعا اليوم وزاره الصحه في العراق اعلنت عن تسجيل 33 حاله اصابه وثلاث وفيات بفيروس كورونا، وبذلك ترتفع حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في العراق إلى 23 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 266 حالة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليصبح مجموع حالات الشفاء 62 حالة. كردستان العراق وزارة الصحة هناك أعلنت عن تسجيل حالتين بفيروس كورونا. الوزارة أعلنت في وقت سابق الاثنين تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي السليمانية وأربيل. وقالت الوزارة بأن محافظة السليمانية شهدت تسجيل 10 إصابات من بينها 2 بمركز المدينة و7 في قضاء دربندخان وحالة واحدة في شمشمال، فيما سجلت 12 إصابة جديدة في أربيل. وطالبت الوزارة بضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة دربندخان في محافظة السليمانية لأنها تحولت كما قالت إلى منطقة تفشي خطر لفيروس كورونا. يا عراقيين يا أهلنا أقعدوا بالبيت، الله يخليكم، خليها تعدي على سلام، وإن شاء الله الله يرفع هذا الوباء وهذه الغمة عن العراق وعن جميع المسلمين وعن جميع الإنسانين. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.